سعاد نافع، رئيس جمعية المرأة الجنوبية لحماية الأم والطفل. احنا اليوم في إعدادية الحسن الثاني بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. قامت الجمعية بهذا النشاط التوعوي التحسيسي تحت شعار أضرار ومخاطر التدخين والآثار ديالو على الصحة، الصحة ونفسية المتمدرسين. احنا قصدنا هذه الفئة لأنها هي أكثر عرضة للتعاطي للتدخين، ويقدر يكون من بعد تعاطي المخدرات. هذه الفئة من في هذه المرحلة هذه ومرحلة مراهقة، عندهم رغبة في التجربة، عندهم رغبة في المغامرة، عندهم رغبة في أنهم يجربوا أي حاجة، وطبيعي الحال كيبداو بالتدخين. وحنا التقينا أن نجو مع دكاترة مختصين في هذا الميدان هذا، يديروا لهم توعية وينبههم على المخاطر ديالو المادية والصحية والاقتصادية. هبة مربوح، القسم الثانية واحد، مؤسسة ثانوية الحسن الثاني الإعدادية. اليوم جاو عندنا جمعية باش يتحدثوا لنا على المظاهر ديال التدخين والأضرار ديالو والأسباب ديال اللي خصنا نبتعدوا على الأضرار اللي خصنا نبتعدوا عليهم. بحال أن التدخين مثلا هو ظاهرة من الظواهر السلبية اللي ما خصناش نلتجئوا لها احنا كشباب يلا ملتحقين بأننا سنكون رجال ونساء الغد. وكنشكر هذه الجمعية اللي جات عطاتنا واحد المساهمة، واحد الأهمية زدتها لينا، واحد الإضافة اللي ما كانش عندنا في الدين ديالنا. كنبغيو نشكرها بزاف بالاسم ديالي وباسم ديال الأصحاب ديالي. وكنبغيو أن تجي مرة أخرى تعاود لينا بحال هذه المجالس هذه. أحمد الحدوش الثانية واحد، مؤسسة الحسن الثاني إعدادي. جاتنا واحد الجمعية مؤسسة الحسن الثاني إعدادي، جات ورات لنا كيفاش نبتعد على التدخين وما بقاش ندخلو، حيت التدخين يسبب أمراض كثيرة كبحال التهاب الرئة وتسبب الصدر في هاد الجمعيات مفيدين جدا، وكيجيو يساعدونا باش ما نمشيوش عاوتاني على التدخين حيت هو مضر للصحة. وصل العيادي مستوى الثاني إعدادي بمؤسسة الحسن الثاني. استفدنا من هذا النشاط التوعوي التحسيسي بعض أخطار التدخين وأضراره بالصحة. الأضرار التدخين وأضرار التدخين والطرق الهروب من التدخين.